المسألة الثالثة عندي electrical circuit، بس هي فيها أكتر من loop. فلما بلاقي مسائل زي كده في طريقة معينة للحل بتسهل عليا إن أنا أطلع transfer function للcomplex network دي، سواء كانت اتنين loop أو أكتر من loop، 3 loops وهكذا. إيه هي الطريقة دي؟ الطريقة إني بستخدم مع الكيرشوف فولتج لو بستخدم الميشنج ميثود، بعتبر انه كل لوب هي ليها الكرنت بتاعها، فبأسيوم كرنت لكل لوب، وببدأ اكون لكل لوب القانون الخاص بيها، وبيبقى غالبا القانون الخاص بيها ده هو فانكشن في او يعني مجموع او طرح الامبيدنسز مضروبه في الكرنت اللي احنا فرضناه. فعلى سبيل المثال انا عندي المساله دي فيها لوب الاولانيه، ففرضت ليها اي 1 اوف تي، فرضت الكرنت بتاعها اي 1 اوف تي، واللوب الثانيه فرضت ليها الاي 2 اوف تي. دي اول حاجه. تاني حاجه بعملها ان انا بحول كل الباسيف اليمنتس اللي عندي في الدايرتين للابلاس ترانسفورم بتاعها. فانا عندي الار 1 هتفضل زي ما هي، الار 2 هتفضل زي ما هي، الاندكتنس في الاس دومين هتبقى بال اس، الكاباستور هتبقى بواحد على سي اس. يبقى دي اول حاجه او دي تاني حاجه، ان احنا بنحول الباسيف اليمنتس اللي عندي للابلاس ترانسفورم. تالت حاجه ببدا ابني المعادله بتاعه كل لوب، فبمسك اللوب الاولانيه بقول هي عباره عن امبيدنسز مضروبه في الاي 1 اوف اس ناقص المشترك ما بين اللوب الاولانيه واللوب الثانيه مضروب في الاي 2 اوف اس. ايه هو العنصر المشترك ما بينهم؟ اللي هو ال ال اس، بيساوي كل ده بيساوي السم اوف الفولتج سورسز اللي موجوده في اللوب دي. فلو طبقنا الكلام ده على اللوب الاولانيه، فهقول انه انا عندي مجموعه من الامبيدنسز مضروبه في اي 1 اوف اس ناقص برضو مجموعه من الامبيدنسز مضروبه في اي 2 اوف اس بيساوي الفولتج سورس اللي عندي في اس. يبقى دي لللوب الاولانيه، يبقى دي كده واحد. طيب ايه اللي موجود عندي في الاي 1 اوف اس؟ عندي الار 1 وعندي زائد ال اس. طيب ايه اللي موجود مشترك مع الاي 2 اوف اس من اللوب الثانيه؟ الامبيدنس اللي هي ال اس. اعمل نفس الكلام للوب الثانيه، بس بدل ما هيبقى اي 1 ناقص اي 2، الاي 2 هي اللي هتبقى بالموجب، واي كرنت بتعاكس الاي 2 دي تبقى بالسالب. يبقى انا ما عنديش غير اي 1 واي 2، يبقى الاي 2 هي اللي بالموجب والاي 1 اوف اس هي اللي بالسالب. يبقى انا افترض الفرض الثاني ده انه اي 1 اوف اس مضروبه في شويه عناصر اللي هي بتبقى مشتركه ما بين الاي 2 والاي 1، ما بين اللوب الاولانيه واللوب الثاني، زائد مجموعه من العناصر مضروبه فين؟ في الاي 2 اوف اس، بيساوي هل في اللوب الثاني عندي اي فولت سورس؟ لا ما عنديش، يبقى بيساوي بزيرو. طيب نمسك الاي 2 اوف اس، ايه العناصر اللي عندي بيعدي فيها الاي 2 اوف اس؟ عندي الاي 2 وعندي الكاباستور وعندي الاندكتنس، يبقى اجمعهم بالقوس ده، اي 2 زائد ال اس زائد 1 على سي اس. طيب وايه المشترك ما بين التو لوبس اللي هو بيعدي فيه الاي 1 اوف اس؟ ال اس.
كده انا بقى عندي معادلتين بيوصفوا النتورك بالتو لوبس بتاعتها. طيب انا عايز اوجد الاي 2 اوف اس على الفي اس زي ما عملنا في الميكانيكال سيستم. لو انا عندي كومبلكس سيستم بيوصفوا اكتر من معادله فاستخدم الطريقه بتاعت كرامر. لو انا عايز اجيب الاي 2 اوف اس على الفي اوف اس فانا هجيب الاول الاي 2 اوف اس وهتطلع مضروبه في الفي اوف اس اوديها الناحيه الثانيه. طيب طريقه كرامر هي عباره عن ايه؟ عبارة عن determinant اخد ال i1 of s احطه في كولوم واخد الحد المطلق احطه مكان ال i2 of s الكولوم بتاع ال i2 of s. يبقى ندي كده r1 زائد ال s ودي سالب ال s كده v of s ودي 0 على الدلتا بتاعت السيستم اوف لينير ايكويشن. الدلتا دي اللي هي بحط الاي 1 في كولوم والاي 2 في كولوم. انا احط كده الار 1 زائد ال اس سالب ال اس وهنا سالب ال اس تحت ار 1 زائد ال اس زائد واحد على سي اس واجيب الديترمينانت بتاع البسط وبتاع المقام. هنا هيطلع الترم ده في ده بزيرو ناقص سالب ال اس في اس يعني ناقص ناقص بموجب يبقى ال اس في في اس ونجيب نفس الكلام لتحت بقى R1 زائد LS مضروبة فيه هنا دي هتبقى R2 معلش R2 زائد LS زائد واحد على CS ناقص ال سكوير ال اس سكوير. يبقى انا عندي في النهايه ال اي 2 اوف اس على ال في اوف اس يساوي ادي ال اس وابدا اضرب الاقواس دي ببعض